السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. سمعتم البنات راه نصوب عشايا، عندي هاد سميتو العنيقات ديال الدجاج، ها هي هاد العنيقات، ونديرهم بهاد هاد لي طاط هادي الشارية، ها هي مطيشة، كيجيو زوينين، ماشي ما زوينه. خفيفة يلاه البنات، عندي هنا عندي شي 500 غرام، وعندي مطيشة مطحونة هي كاس مجمدة، ندير معكم المقادير ها البنيكات ديالنا، ها مطيشة ديالنا، نديرو كلشي في خطرة وحدة، البصلة ديالنا هي ثومه، خليو ربيع بلاتي، مطيشة بلاتي شوية، ديرو عطرية، الخرقوم، وشوية على حسب، متديروش العطرية بزاف، البزار درت ليا سكين جبير، شوية ديال الزيت، شوية ماشي بزاف، والملح البنات على حسب الذوق، هاهي دابا نديو كلشي فوق البوطا، يتقلى، هانتوما البنات ملي ديت داكشي يتقلى. دابا نديرو الشعرية ديالنا تفور، هاهي غير نقيطة ديال الزيت، عالقة ديال الزيت، إلى هاكا، باش متلصقش لينا وما تلونش، نفوروها غير تفويرة وحدة، نطلعها الفورة شوية، نديرو الكسكاس ديالنا تفور، ديالنا ديال الطيشة، ديالنا صافي، نخليوها تقلى مزيان، نرجعو معاها البنات ملي تقلى لينا هادشي هو مزيان، دابا غنزيدو عليه الما غليان، غنزيدو فيه على حساب لي غطيب لينا فيه لي بات ديالنا، وها تاهي تاهي فار، تاهي كتكون شتو راه طلعت فيها الفورة. هنا غنديرو الشعرية ديالنا هاهي المخارج، هاهي دابا نغطيوها ونخليوها مرة مرة نطلعو عليها ونحركوها، مخليوهاش تلصق. طيب نتوما البنات الشعريه ديالنا هي طابت، خليت فيها شويه الروع بحيث ما نحطهاش دابا، ها هي شوفي جات محلوله كامله، ها هي دابا نطفيو عليها ونخليوها الوقت اللي بغيناها. هانتوما البنات العشاء ديالنا ها هو، ها هو بالصحه والراحه، شتي كي كتجي راه كتجي كامله محلوله، ما كتلصق ما والو، كاين نتمنى الله يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش ليا لي جيم، والبنات القناه ديالي راه طايحه بزاف، نتمنى من الله
وانتوما تعاونوني فيها ان شاء الله كما عاونتوني في الاول، تعاونوني حتى دابا. ايوا هادشي اللي نقول لكم، ولا عجبتكم شي حاجه قولوها لي نديرها لكم. ايوا هادشي، كنتمنى منكم الخير ان شاء الله، ولا لا يخطيكم عليا زعما، لا يخطيكم عليا والله يدير بحسابكم. وكاع اللي قال لي شي كلمه زوينه الله يجعلها لي في ميزان حسناته، والله يسر الجميع يا ربي، والسلام عليكم.